بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن أبدأ الحديث نأتي بمثال لما نحن عليه. بحثنا في الوضوء، وبحثنا في الاستنجاء، وبحثنا في الطهارة، والآن وصلنا إلى الصلاة. مثلنا كمثل رجل أراد أن يبني بناء، عنده أرض بده يبني فيها بناء. قبل أن يبدأ البناء في شروط البناء، أولا تكون الأرض مطوبة باسمه. اثنين، يصونها قبل ما يبدأ الحفريات. تصوينها شرط من شروط البناء، فلو حفر من غير ما يصون ممكن يسقط ولد، ممكن يسقط أعمى. فمن شرط البناء تصوينه أولا، الحفر ثانيا، تهيئة الرمل والبحص والحديد والمي، هذا كمان من شروط البناء. نحن هلا رح نحكي بشروط الصلاة. الشرط قبل ما تبدأ بالعبادة، قبل ما تبدأ بالبناء، هيئ شروط البناء. فلو حفر قبل ما يهيئ الرمل والبحص، حفر وما في حديد، حفر وما في تصوينة، في أخطار، وفي أخطار كتيرة. لذلك لهنا اليوم رح نبدأ بالتصوينة. شروط الصلاة، الشروط هي التي تكون قبل البناء. قبل ما تدخل في الصلاة في شروط الصلاة، مذهب الحنفي 27 شرط، 27 شرط قبل الدخول في الصلاة. ومذهب الشافعي رضي الله عنه وارضاه كذلك. بهذا المثال مسلم ماله ما بيعرف شو هي شروط الصلاة. شو هذا الشرط؟ سألوا الشرط إمتى بيكون؟ في شرط وفي ركن. الشرط يلي قبل ما نبدأ، الركن بعد ما بنبدأ. الشرط لحنا قلنا هيانا التصوينة، حفرنا، جبنا الرمل، جبنا البحص، جبنا شمينتو، جبنا المي، هاي من شروط البناء. نبدأ بحفر القواعد، حفر الشروش، هاي الأركان. فالركن يلي بيكون جوات العبادة، والشرط اللي بيكون قبل العبادة. إذا واحد قال له شو هي شروط الصلاة؟ له شو الشروط؟ إمتى بتكون الشروط؟ الشرط إمتى بيكون دائما؟ قبل العبادة، هذا الشرط. قبل ما تدخل هذا الشرط، وبعد ما دخلت شو يقال له؟ ركن. فمن شروط الصلاة، شروط الصلاة قسمين. شروط الصلاة قسمين، شروط وجوب وشروط صحة. شرط إمتى بتجب الصلاة، وشرط شو صحة الصلاة، كيف تصح الصلاة. مش لما صلي الواحد صلى، الصلاة بدها تكون صحيحة ولا غير صحيحة. شو الشرط لصحتها، شو الشرط لوجوبها. أولا شروط الوجوب ثلاثة. تجب الصلاة على المسلم إذا وجدوا الشروط الثلاثة، بتصير الصلاة واجبة.
الإسلام والبلوغ والعقل. لما نقول الإسلام، الصلاة تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى. شو بيخرج معنا لما قلنا الإسلام؟ شو بيخرج معنا؟ الكفر. الكافر غير مطالب بالعبادة وغير مطالب بالصلاة، لكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. بلغه الإسلام ولم يصلي، وجب عليه وجوب مطالبة في الدار الآخرة، لأنه كان بإمكانه يعتنق الإسلام ويصلي، فما اعتنق فصار عليه مسؤولية في الدار الآخرة. وإذا أسلم الكافر فلا قضاء عليه لماضي الحياة، صار عمره 30 سنة، أسلم عمره 30 سنة، بيقضي صلاة الماضية؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. يجب يعني يمحو ما قبله. ما دام أسلم هلا بدأت حياته، الحياة الأولانية لا تعتبر حياة. والله تعالى يقول: وإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر لا يطالب إذن بقضاء الصلاة الماضية. أما المسلم اللي كان تارك صلاة والله هداه وأتى إلى الصلاة، هل يطالب بقضاء الماضي؟ نعم. الكافر نشأ في بيئة كافرة، البيئة اللي كان فيها كافرة غير مكلفة بأركان العبادة والصلاة. أما هذا مسلم، نشأ بين أبوين مسلمين وفي جو مسلم، فمطالب بمجرد ما يبدأ بلوغه وجب عليه العبادة. أما هذاك ما وجبت عليه، فالإسلام يجب ما قبله من الكفر. أما إذا كان مسلم ونشأ في بيئة مسلمة فعليه قضاء الصلوات كلها وقضاء الصيام، إن قضاها في الدنيا نجا يوم القيامة، وإن لم يقضها في الدنيا كان عليه العقاب في الدار الآخرة في نار جهنم يصلي الصلاة فيها. هذا المسلم إذا كان عليه قضاء للصلوات، فإذا صلاها في الدنيا نجا يوم القيامة، ما صلاها في الدنيا بده يصليها بكرة يوم القيامة. فإذا شروط الصلاة نوعين: شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب أولا الإسلام، تجب الصلاة على الإنسان إذا كان مسلما، إذا صلى في أول حياته أداها، ما صلى فعليه القضاء قبل الموت. والقضاء شدد عليه الفقهاء رضي الله عنهم. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، من كان عليه قضاء يترك السنة ويصلي بدلها قضاء، يترك السنة ويصلي قضاء، لحق القضاء قبل الفرض وبعد الفرض، لحق القضاء في كل وقت. ولا يحق لمن عليه قضاء أن يعمل إلا بمقدار لقمة الطعام. أدي بكفي كل يوم 50 ليرة، بتشتغل 50 ليرة، بقية الوقت كله قضاء، لا في إله لقاءات ولا له صحبة ولا إله شيء إلا أن يقوم بالقضاء حتى ينتهي. في مذهب الإمام الحنفي رضي الله عنه وأرضاه،
قال لهم بدك تصلي السنة المؤكدة وفرض القضاء. السنة المؤكدة تقضى وفرض القضاء كذلك يقضى والوتر كذلك يقضى. بده يصلي السنة والوتر، أما تترك السنة وتصلي بدالها قضاء تكون أنت كمان ضيعت سنة وقضاء. رضي الله عنهم وأرضاهم. كل ذلك حرصا على المؤمن أن لا يعذب في الدار الآخرة. فأولا إذن الإسلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني البلوغ. البلوغ أجمع الفقهاء رضوان الله عليهم أن البلوغ سن 15. في إلها تعليل. عندنا البلاد 3 أنواع، الكرة الأرضية البلاد فيها 3 أنواع: بلاد باردة، وبلاد وسط، وبلاد حارة. مثل بلاد الاتحاد السوفيتي، روسيا والصين، هاي بلاد ايه؟ باردة. بلاد الشام وما حولها بلاد معتدلة. افريقيا وما حولها حارة. البلوغ في البلاد المعتدلة 15 سنة. متى ما صار عمره 15 سنة إن لم يحتلم حق البلوغ عليه. البلوغ إما بالاحتلام وإما بالسن. الاحتلام بشوف حاله تزوج بالمنام وبفز، بشوف بقعة في كيلوته بقعة ماء، هذا واجب عليه الغسل، هذا احتلم. متى احتلم وجبت عليه العبادة. فإذا احتلم بال14 وجبت عليه الصلاة من ال14. ما احتلم بال14 لا، حتى يصير عمره 15. متى ما دخل أول يوم بال15 وجبت عليه الصلاة والصيام والعبادات. إذن الاحتلام في 3 أماكن. في البلاد المعتدلة قديش؟ 15 سنة. في البلاد الحارة 9 سنوات. بيبلغ عمره قد ايه؟ البنت بتتزوج عمرها 9 سنوات، الرجل بيتزوج عمره 10-12 سنة بيتزوج. هذا في البلاد الحارة. في افريقيا بيبلغ من سن 10 أو 12 سنة بيبلغ. في البلاد الباردة بيتأخر إلى 18 سنة. البلوغ في البلاد الباردة 18 سنة، 17 كل لسه ما بلغ، 15-16 كل لسه ما بلغ، 18. متى بلغ الفتى 15 سنة في بلادنا يجب علينا أن نكلفه بالصلاة. والحديث الوارد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، صلى الله تعالى عليه وسلم. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. إذا 10 وما صلى نضربه. والضرب هنا إخواني، الضرب هنا باليد لا بخشبة، لا يجوز ضربه بخشبة ولا بحبلة ولا بربيش ولا بشحاطة، الضرب باليد. ولا يزيد عن 3 ضربات. شوف الضرب في الإسلام له قانون يا أخواني، ماش لما كان بدك تضرب. واضربوهم عليها لعشر، الضرب بالكف 3 ضربات لا يزيد عن 3 ضربات. ويحرم الضرب في 3 أماكن، يحرم الضرب في 3 أماكن: على الوجه حرام، وعلى
شو بنسميها نحن؟ عالنقرة بنسميها، ما هي؟ خلينا نحكي بالعامي معلش، عالنقرة لا يجوز، وعلى الصدر. واحد بنته ما صليت راح نفض بوكس على صدرها، بيهرس لها صدرها، صار في معها سرطان بالثدي، صار في معها. هذا انسان ما تفقه في دين الله. واحد ضرب ابنه طياره، ضربه، ممكن بهالطياره يصير معه اختلال في البصل السيسائيه، البصل السيسائيه، فممكن تؤدي معه الى امراض ثم الى الوفاه. فحرم الاسلام الضرب على القفا عالنقره، وحرم الضرب على الوجه. فاذا البلوغ يوجب الصلاه، هو شرط للصلاه. متى بلغ؟ ممكن بعض الشباب ما يعرف شو هذا البلوغ. شو هذا البلوغ؟ بنقول له يا ابني لما بتشوف حالك في المنام انه تزوجت، بفزح على بكره بشوف الباس ملوت، هذا وجبت عليه العباده، هذا البلوغ. والفتاه بلوغها بصير معها وجع في البطن، ثم بعد ذلك ينزل الدم، فترى الدم، الدم علامة بلوغ الفتاة. شو معنى البلوغ؟ معنى البلوغ أي الفتاة صار على استعداد الزواج، والشاب صار على استعداد الزواج، في إمكان يتزوج، لكن بنقول له بقى بدك تأمن أول كل حياتك، بعدين تتزوج. فهذا البلوغ. فإذا بلغ الشاب أو بلغت الفتاة وجبت الصلاة عليهم وجوبا شرعيا. أما إذا كان صبي، النبي قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الأول عندكم، قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم يعني لا يكتب على الإنسان التكليف إذا من غير ثلاثة. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. واحد نايم غاضت من نومه، مرفوع عنه القلم، خرج منه شيء، حكى شيء، عمل شيء وهو نائم، لا يكلف، يعني غير مؤاخذ. وعن الصبي حتى يحتلم، يحتلم يعني حتى يبلغ يشوف بمنامه أنه تزوج. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. مجنون فاقد عقله، ارتكب أخطاء أو ارتكب معاصي، لا يكلف ولا يؤاخذ. والجنون نوعان، الجنون نوعان: جنون دائم وجنون متقطع. في جنان متقطع مثل اللي بيصير معه المرض النفسي، هذا نص مجنون، بجن ساعة وبيصحى، بجن نص ساعة وبيصحى، هذا جنون متقطع. أما الجنون الدائم اللي فاقد. طيب، أول واحد الإسلام، ثاني واحد البلوغ، ثالث واحد العقل. احفظوا هالثلاثة، بيدخلوا في كل الإسلام، كل حركة في الإسلام بدها: مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل. إذا ما في عقل لا يؤاخذ. العقل سواء كان جنون متقطع، واحد فز الفجر فاقد وعيه، صاير معه هستيريا مثل ما بيقولوا، أو صاير معه مرض نفسي، ما وعيان، أدن الصبح ما أدن، ما وعيان، تم فيها الحالة إلى طلوع الشمس، راح منه وقت النية، عليه قضاء هاليوم ولا ما عليه قضاء؟ مذهب الإمام الحنفي والشافعي لا قضاء عليه، مذهب الأحمد بن حنبل عليه القضاء، وإن كان ماله وعيان
لكن أدرك جزءا من النهار، إذا أدرك جزءا من النهار وهو على وعي وجب عليه القضاء. في شوية شدة في مذهب أحمد، الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المجنون والمعتوه والمغمى عليه في مذهب الإمام أحمد عليه قضاء. أما الشافعية والمالكية والأحناف ما في عليه قضاء. هذا العقل. نحن الآن مبتلين بهالوقت بالأمراض النفسية. الأمراض النفسية إذا وقع في حالة نفسية فقد فيها الوعي بصير بخربط، مرة بيسب، مرة بيحكي، مرة بيقوم، مرة ما عاد في وعي. فإذا ما بقى في وعي سقطت عنه العبادة ولا يكلف بشيء. لو كسر شيء لا يكلف بثمنه، إنه ما في عقل. فإذا هالثلاثة هدول أصل في الإسلام كله: مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل. متى كان هالثلاثة موجودين صار مكلف في الإسلام وفي شريعة الإسلام. فهذا الحديث الأول ودليل أن البلوغ بالخمسطعش. صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ما سمح له ينزل للمعركة. بده ينزل المعركة 14 سنة، 14 سنة لسه على اللهاية بتمه ومصاصة لسه بده ينزل للمعركة. قال: وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني صلى الله عليه وسلم. فقال: اعتبروا إذن البلوغ 15 سنة. هذا الحد بين الصغير وبين الكبير. هاي هلأ أخذنا بالنسبة لي تعليق، بالنسبة بعض التعليق: لا تطلب الصلاة من حائض أو نفساء. إذا دخلت في العادة أو كانت نفساء بعد الولادة لا تؤمر بالصلاة، ولا يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تقضي أيام العدة، أيام العادة. أيام العادة لا يجوز أن يأمرها. أنت ما صليتي بسبعة أيام بدك تصلي بدالهن، نقول له لا. فإذا المرأة في أيام عادتها لا تقضي صلاة ولكن تقضي الصيام. المرأة في عادتها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. الصيام شهر بالسنة، لح تفطر 6 أيام 7 أيام، 7 أيام بسنة بتقضيهم، 7 أيام بسنة ما في عليها تكليف. أما الصلاة لا تكلف، إنه 7 أيام 35 صلاة بدها تقضي، في عليها تكلف في ذلك؟ فالإسلام قال لا، لا يجوز أن تأمرها بقضاء الصلاة. ولو طرحت نفسها، راحت عند دكتور أو دكتورة حامل 3 أشهر طرحت نفسها ما بدها زوجها، طرحت نفسها سواء حملة ثقيل أو ضربت على بطنها حتى سقطت، طرحت نفسها فلا قضاء في هذه الأيام. وأما السكران، السكران تجب عليه قضاء الصلاة لأنه متعدي بالسكر. قبل الصلاة يسكر وغاب عنها، فبنقول له وجب عليك القضاء. النائم هل نوقظه للصلاة أم لا؟ بلى نوقظه للصلاة
لكن اليقظة لها شروط. الإسلام ما ترك وحدة، ما بيجوز تيجي للنايم تقول له قوم 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 يلا صار وقت الصلاة قوم قوم على الصلاة، هذا لا يجوز في الإسلام يعني. لأن النايم عندما ينام روحه بتخرج، تخرج من الجسد وتدور في هذا العالم، تبقى مربوطة في جسدها بخيط رفيع يسمى الخيط الفضي، خيط نوراني مربوطة بجسمها. ممكن تروح المدينة، ممكن تروح على أمريكا، ممكن تروح الصين وهي نايمة. فأنت بتجي بدك تفيق، بدك الروح بدها ترجع بسرعة، ترجع مشان الجنفذ شوفي شوفي ارتكبت أنت خطيئة كبيرة. ممكن يصيبه فالج من هذا الحال، ممكن يصيبه مرض بهذا الحال، ممكن يصيبه مرض بدماغه. فلا يجوز إذن إيقاظ النائم بإزعاج، وهذا كثير، أو بيجي بصوت عالي أحمد أحمد قوم أحمد، أعوذ بالله، بفز على حاله. فممكن أن يصيبه شيء في الأعصاب، ممكن يصيبه شيء، فالإسلام حرم ذلك. النائم مثلا يكلم من فيقه لكن باللطف، باللطف بتحط ايدك عليه، بتبل اصبعتك تمشيها على خده وهي مبلوله، باللطف بالنعومه خليه يصحى. واياكم والايقاظ بازعاج. صلى الله تعالى على رسول الله، دخل على بيت فاطمة فوجدها نائمة، فحركها بأصابع رجله صلى الله عليه وسلم بصباته، يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة قومي فاشهدي رزق ربك ينزل من السماء. هذا يا ابني، هذا كدين المسلمين فهمانين هيك. المسلم كل ما كان غليظ أكثر بيفكروا أنه فهمان دينه أكثر. الإسلام لطف يا ابني، نعومي، الإسلام بيخاف عليك أنه يصيبك شوكي. صلى الله عليك يا رسول الله. فهي من ناحية يلي عم يقولوا ما في قضاء، مسلم ما بيقضي، فاتوا بيقولوا ما في عليه قضاء، صلي وماشي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كفارة التأخير أن تقضيها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هلأ قبل الصلاة، مسلم بالغ عاقل، هذا شو اسمه؟ شروط ايش؟ شروط الوجوب. وجبت الصلاة بهذه الثلاث: مسلم بالغ عاقل. طيب بدنا ندخل في الصلاة، حتى تكون الصلاة صحيحة كمان لها شروط، كمان لها شروط. من شروط الصلاة حتى تكون صحيحة شروط صحة، اسمها شروط صحة. هذه شروط وجوب، هاي شروط صحة حتى تكون صلاة صحيحة. أولا معرفة دخول الوقت، لا تجب عليك الصلاة ما لم تتيقن دخول الوقت. أدن ولا ما أدن؟ دخل الوقت ولا ما دخل؟ إذا قال أخي والله يمكن دخل، يمكن دخل، وقف صلى وتبين انه ما دخل، فالصلاه باطله لا تصح، بده يعيدها. فلا بد
أن يعرف دخول الوقت يقينا لا ظنا. إذا ظن بده يعيد الصلاة، أما يقين دخل الوقت. ممكن واحد بعد أوقات يكون فاتح الراديو، فاتح مثلا على الكويت أو فاتح الإمارات أذن، فبيقوم بيتوضى بيصلي والأخي أذن، لأنه أخي هذا أذان الكويت بأذنه قبل منا بنص ساعة، فصلاتك غير صحيحة بدك تقضيها، بده يقضيها. أو فاتح على مكة أذنه كمان بأنه بيننا وبينه في أوقات نصف ساعة، فالصلاة غير صحيحة. بدك تصلي على زمنك ووقتك اللي أنت فيه. معرفة الوقت ظنا، فمن صلى بدون معرفة الوقت لم تصح الصلاة. صلي وعارف خيال من صلي، صلي ولا تخلي، ما هيك العوام بيقولوا؟ صلي ولا تخلي، بس امتى صلي؟ امتى ما وقف الله اكبر اخي صليت، لك يا ابني لسه ما أذن، ما دخل الوقت. الوقت حكينا ثلاث اوقات، لما عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء، هذا قبل الطلوع الفجر، وبعد الغروب المغرب، وبعد الزوال صلاة الظهر. هذا أما إذا ما في أوقات صلاة ما صحيحة. طيب، فلو واحد صلى ظنا أن الوقوف الوقت دخل، ظان ظن ولم يتيقن، ظن أن الوقت دخل وقف صلى، وبعد ما صلى تيقن توقع عرفنا أن الوقت دخل، فبنقول له صلاتك باطلة عيدها، لأنه بنى الصلاة على إيه؟ على ظن ما على يقين. صلاة بدك تبنيها على يقين، أما إذا بناها على ظن فالصلاة باطلة، فعليه إعادتها لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلها وقت، فلا يجوز أن تقدمها على وقتها ولا أن تؤخرها عن وقتها. طيب، هذا أول شرط، معرفة دخول الوقت. هلا صار في ساعات. الشرط الثاني عشان الصلاة تكون صحيحة، الطهارة من الحدثين. الإنسان يحدث حدثين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر لما بيخرج منه البول أو الغائط أو الريح، بول أو غائط أو ريح، هذا أحدث حدثا أصغر صغير. شو معنى حدث صغير؟ يعني هذا الحدث يقوم به الوضوء، يتوضأ وضوء ويكفيه ذلك. أما الحدث الأكبر وهي الجنابة، الجنابة عندما يفز على بكرة وهو جنب، أو حصل معه مع أهله جنابة فبده يغتسل، الحدث الأصغر يكفي الوضوء. أما الحدث الأكبر شو بده؟ بده غسل، والغسل جاي معنا شلون بده يتغسل الإنسان، شو أحكام غسل، كله اللي حيجي معنا إن شاء الله نتكلم به. إذا كان وجد الماء ولم يوجد ضرر باستعمال الماء وجب عليه استعمال الماء، أما إذا وجد الماء وفيه ضرر فنقول له تيمم بدل الغسل. مثلا إنسان نايم من شدة البرد قام وهو جنوب، ماذا بيصير؟ من شدة البرد أو من شدة الحر إنسان بعض أوقات بفز محترم، بيجب عليه الغسل، بده يتغسل، لكن وجد المي متلجي وما في عنده لا بابور يسخن مي ولا بوتيغاز، ما في عنده، وإذا بده يتغسل بالمي الباردة خاف من الروماتيزم، خاف أنه يصير معه مرض، فمنقول له إذا كان خوفك يقيني أنه تمتلئ تمرض
تيمم وصلي بالتيمم وصلاتك صحيحة. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فمن لم يجد الماء أو وجد الماء وفيه ضرر فيتيمم ويصلي والصلاة صحيحة. أما ظن أنه والله أنا خايف من المي خايف تأذيني ظنا فالظن لا يصح فالصلاة لا تصح، فلا بد إذن من الاغتسال تكون طاهر. انت عضوك ببول او غائط او ريح تتوضا. اما اذا اصابتك الجنابه اذا خرج منه المني وجب عليه الغسل. المني للمزي ذبه الذي يوجب الغسل المني فقط، والمني له علامه غير المزي. المزي بيشبه المني، المزي بيحصل مع الإنسان انتشار بيخرج منه نقطة أو نقطتين، هذا اسمه مزي، هذا ما بيوجب الغسل، هذا بتغسله غسل وبتصلي، بيغسله بيتوضأ وبيصلي، هذا اسمه مزي فلا يوجب الغسل. المرأة ترى رطوبة بلل ورطوبة كذلك تغسل وتتوضأ وتصلي. أما المني بيخرج من الإنسان متدفق بدفق دفق دفق وحدة وراء وحدة، هذا المني، ويخرج بشهوة يخرج بشهوة وبدفق، هي التنتين ثلاثة بعد ما بيخرج صير مع الإنسان انحلال بيرتخي. إذا وجدوا هالثلاثة وجب عليه الغسل، شهوة ودفق وانحلال بعد الخروج، هذا لما بيكون صاحي. أما بالمنام متى ما صحي وشاف فيه بقعة على كيلوته وجب عليه الغسل. شاف منام ولا ما شاف منام؟ متى صحي من النوم ووجد على كيلوته ماء وجب عليه الغسل، رأى مناما أو لم يرى. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي حديث البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صلى الله عليك يا رسول الله. احفظون، أول واحد دخول الوقت، هي شروط الصحة حتى تصح الصلاة، دخول الوقت. اثنين الطهارة من الحدثين. ثلاثة الطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث، الخبث يعني النجاسة. قال الله تعالى: وثيابك فطهر وثيابك فطهر. فهون بقى الإنسان دائما إذا قضى حاجته، إنسان كان مزحوم بالبول فقضى حاجته بالبول، ما بيصح
يضب حاله ما لم يطمئن انه ما بقى فيه رشح، رشح البور خلاص. لذلك النبي علمنا بيجذب مره وبينفض، بيرد بيجذب مره ثانيه، بيرد بيجذب مره ثالثه، ثم يصب الماء وانتهينا. ما بده وسوسه. فبعض الصحابه قال له يا رسول الله اني لاجد وانا في الصلاه اجد اهتزاز، عم يصير معي بترك الصلاه وبروح. فعليه الصلاه والسلام قال لهذا الانسان، قال له اذا توضأت فانضح ثوبك، بعد ما تخلص البول بالايدك ورش الباسك، ببل ايده بالمي برش، برش الباسه. فاذا وجدت البلل قل انا رشيت الميات، خليك بصلاتك. ثم امر النبي عليه الصلاه والسلام اذا كنت في الصلاه فوجدت شيئا فلا تنفتل من الصلاة ما لم تسمع صوتا أو تشم ريحا. فواحد هو بالصلاة حس ببطنه قر قر عم يقرقر البطن، قل له قرقر قد ما قرقرت، الصلاة صحيحة. القرقرة ما بتأثر، الهزة والخلجة ما بتأثر، إنما تسمع صوت أو تشم ريحة انتهى الوضوء. اما لا شميت ولا سمعت كمل صلاتك وصلاتك صحيحه. انسان معك اختلال شيء طمبين لك طلع منك شيء كذا، لا 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 كمل الصلاه والصلاه صحيحه. الطهاره من الخبث، ما يكون في بدنك او مكان الصلاه او التوبه اللي عم تصلي فيه ما يكون فيه نجاسه. والنجاسه ثلاثه، البول والدم والغائط، هذول النجاسة، البول والدم والغائط. فإذا تلوث الجسد أو الثوب، الثوب تنجس بدم، نقطة الدم تمنع الصلاة، بدك تغسلها. بيغسل واحد وغسلها ممكن انه يتم في لون اصفر، بيروح الاحمر لكن بتكون اصفر، خاصه اذا كان الثوب ابيض وصابه نقطه الدم. نقطه الدم اذا غسلتها شو بيبقى اثرها؟ الصفار. هذا الاثر لا يؤثر، طاهر ولا شيء فيه. المهم تغسل اثر الدم او نقطه بول، تغسل اثر البول او شيء من الخبث من النجاسه، تلوت تغسلها وتصلي والصلاة صحيحة. أتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله اجتني العادة. فقال لها عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة أولها فدع الصلاة، تركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هي رواية الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنه وأرضاه. عيد الحديث، إذا أقبلت الحيضة إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت آخرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هي الطهارة، طهارة من الخبث. فإذا الدم يغسل والبول والغائط. الغسل، الغسل لإزالة الجرم لا لإزالة الأثر. انتبهوا، هي ضرورية مشان تنتبهوا، لإزالة الجرم لا لإزالة الأثر. الأثر بقي الصفار، بقي أثر، هذا لا يؤثر، إنما جرم النجاسة راح، وإذا الجرم راح طهر الثوب. ويغسل ثلاثا فقط من البول، من الدم يغسل ثلاثا فقط، المرة الأولى لإزالة الجرم،
المرة الثانية والثالثة لإزالة جزء من الأثر، فإذا بقي أثر فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة. طيب هذا بالنسبة لي. الطهارة تشمل معنا ثلاث أشياء: طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان اللي بدك تصلي فيه. مكان إذا كان ما هو طاهر، واحد عم بده يصلي لكن الأرض مو طاهرة، كثير ناس بتشوشوا بالموضوع. الأرض يا أخواني بصورة عامة، أيما أرض جفت فقد زكت طهرت. أي أرض، تراب أو بلاط أو شيء، النسوان بالبيت، ولد بالبيت، بال على الأرض، متى ما نشفت طهرت، متى ما نشفت طهرت. أيما أرض جفت فقد زكت. ما في واحد من عم يصلي إلا بيحط سجادة الصلاة. سجادة الصلاة لو لفيت عليك تستر العورة، تستر سجادة الصلاة، تستر العورة. متى سترت العورة بيجوز تصلي عليها ولو كانت الأرض نجيسة. الأرض نجيسة وانت حطيت سجادة الصلاة وصليت صلاتك صحيحة. هذا كلها الأحكام مشان عم يوسع عليكم حتى ما واحد منكم يتضايق في حياته. كل ما يصلح ساترا للعورة يصلح ساترا للنجاسة. مده بتصلي عليها وصلاتك صحيحة، ما بتحتاج لأكثر من ذلك. فهذا بالنسبة لستر البدن والمكان والثوب. أربعة شروط، إيش اسمها؟ شروط الصحة. أربعة: ستر العورة. ستر العورة لا تجوز الصلاة وشيء من العورة ظاهر، والعورة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هذه عورة، اسمها عورة لأن ناقصة. العورة يعني ناقصة، عيب النظر إلها، أن الإنسان إذا نظر إليها لا ينظر إلى شيء فيه كمال، كله نقص. فلذلك الإسلام أوجب سترها. عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فلو أن الرجل لبس الباس من السرة لركبته وصلى، الصلاة صحيحة ولكنها ناقصة لأنه ما له لابس. هلا في بعض الإخوان بيلبس نصكم، صلاة مذهب الحنفي مكروهة، لازم يكون دائما الإنسان كامل ما تكون ناقص، صلي صلاة كاملة. فالحاصل ستر العورة من السرة إلى الركبة. أما المرأة فكلها عورة، من شعرها لا إجرها كلها عورة، إلا وجهها، صفحة الوجه وكفيها. هذا ما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي إلى بيت عائشة فأتت أخته أسماء لابسة أواعي رقيقة وفايتة مكشوفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا أسماء، إذا بلغت الفتاة المحيض، بنت إذا صارت بالمحيض يعني إذا بلغت، لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، الوجه والكفين فقط، صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخواني في الصلاة، هذا في الصلاة. أما برات الصلاة فالستر كاملا، الستر كاملا برات الصلاة، لأن المرأة منين بتنحب؟ من أظافير إجريها ولا
منين تنحال؟ من وشها، من الوجه. فالمراد ستر الوجه حتى سبحان الله. ما أحلى الشريعة يا ابني، عندما الفتاة تستر وجهها بيبقى رونق الجمال فيها، جمال الوجه بيبقى سبحان الله كأنه مصباح شاعل في وجهها. لكن لما بتكشف الوجه، بكشف الوجه خسر الثلاث، كشف الوجه بتخسر ثلاثة، بتخسر جمالها وبتخسر حيائها وبتخسر إيمانها، ثلاثة بتخسرهن. جمال ما بقى في جمال، لما بتكشف وشها ما بقى في جمال، خاصة إذا وجد ذئاب البشر، ذئاب البشر بيرقدوا وراها، بيلطشوا لها حكي، بيضربوها بالبندق، بيضربوها بالإضامة، بيضربوها وكلام سافل، هي اللي سحبت لنفس الكلام، تستر خلاص ما بقى في حدا ولا بحدا. حاصل ستر العورة، ستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، ولو في الخلوة صلى الله عليه وسلم، إلا كحاجة اغتسال أو تغوط أو استنجاء، فهذا مسموح للإنسان أن يكون في ذلك في حالة كشف. منهم من قال، قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنه بس لما بيجي للجامع يستر عورته، لا، يستر العورة في كل الأوقات، حتى ولو في الخلوة، للحديث اللي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال يا رسول الله: فإن كان أحدنا يعني وحده، قال: فالله أحق أن يستحيا منه، صلى الله عليك يا رسول الله. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار غطاء الرأس، غطاء الرأس. المرأة إذا أرادت أن تصلي فالواجب أن تغطي شعرها ورأسها، وقد أن قال الفقهاء: لو أن المرأة في صلاتها انكشف شيئا من غطائها فظهر سبعة شعرات بطلت صلاتها. منهم من قال ثلاث شعرات، فلو بين ثلاث شعرات إلى سبع شعرات بطلت صلاة المرأة، لتكون ساترة. لذلك النسوان بيحطوا الغطاء على الجبين، منهم بيحطوا على الجبين، لأن ارفعي عن الجبين شوي إلى آخر الجبين حتى الجبين يصل على الأرض. فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بغطاء رأس. هلا كثير من النساء يلي بيجوا على الجامع، ما بنقول لها اللي برا، النساء اللي بيجوا على الجامع بتكون ببيتها، يعني ما في غيرها، ما ظاهرة بالشلحة قاعدة مثلا، صار وقت الصلاة حطت الخراطة وقفت صليت كاشفة من تحت، طيب وبدنها مكشوف، لبست صلاتها صحيحة ما دام سترت، ما بيبين اللحم من وراء الستار، فصلاتها صحيحة والصلاة صحيحة. المهم أن لا ينكشف شيئا من الجسد. طيب، فالمرأة إذن لازم تغطي رأسها. يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، الكفين والوجه، القدمين. يا ترى إذا ظهروا تفسد الصلاة أم لا؟ مذهب الشافعي تبطل الصلاة إذا ظهروا القدمين، مذهب الحنفي القدمين ما بطلوا الصلاة، وجه الكفين والقدمين عند الإمام الحنفي. يعني وقفت بالصلاة بينوا رجليها،
ما بتبطل صلاتها إذا كان سفل رجليها، أما إذا كان من الكعب لفوق مبين فالصلاة غير صحيحة. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، شو نغطي منها وشو نكشف منها؟ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هلا ما في ملك يمينها، ملك يمين هلا ما في بالعالم كله، ما في ملك يمين فقيت لا الزوجة. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم من بعض قاعدين سهرة مع بعضهم البعض وما في مجال، شو بده يعمل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. أوعى حدا يشوف عورتك. قلت، الصحابي الله يرضى عنهم بسؤال هون بده يفهم كل واحدة. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا لحاله بالحمام لحاله، فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. خمسة: استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إذا استقبلت القبلة. استقبال القبلة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فيه تجديد، المفروض إذا توجهت تتوجه إلى الكعبة المشرفة. إذا أخذنا خيط من جبهتك بيصل للكعبة، إذا وصل لبرات الكعبة صلاتك غير صحيحة في مذهب الشافعي. مذهب الإمام الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أن تتجه إلى طرف الكعبة. لو سحبنا خيط من الكعبة لو قلنا 10 كيلومتر، توجهت إلى جزء من هالخيط صلاتك صحيحة. جهة الكعبة عند الحنفي الجهة، وعند الشافعي عين الكعبة. أما عند الإمام مالك الله يرضى عن مالك، الكعبة قبلة أهل الحرم. شوفوا ما أحلى البحبوحة والسعة. الكعبة قبلة أهل الحرم. الكعبة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة أهل مكة. والحرم قبلة أهل مكة، ومكة قبلة أهل الدنيا. ومكة قبلة أهل الدنيا. إذن لو توجهت لحجرة من حجارة مكة صحت صلاتك. هذا مذهب مالك الله يرضى عنه. واستقبال القبلة لا تصح الصلاة إلا بها، إلا في موضع واحد، صلاة المسافر وهو مسافر، صلاة النفل في السفر.
صلاة النفل في السفر حيثما اتجه إلى الضاحلة بتصلي. أخذ صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. رايح على حلب، قبله رايح على حلب عشمال، صلاتك بالطريق وانت ماشي، شلون مالك رايح بتصلي قبله في الطريق. صلاة المسافر حيث جهته، كذلك صلاة الخائف بالمعركة وهربان بده يصلي، وانت هربان صلي على القبلة على الشرق على الغرب، صلي صلاتك صحيحة. الخائف والمسافر فصلاته لا يحتاج فيها، هي النوافل لا يحتاج بها إلى استقبال القبلة، استقبال القبلة في الفرائض فقط، هذا إذا كان بس بالسفر هلا بالبلد واحد يعني يصلي على الشرق أو يصلي على الغرب صلاة باطلة. أما بالسفر حيث ما كان، هلا أنا بطلع بعض أوقات على بطلع على البيت مثلا بالمعظمية، طول الطريق بصلي بالطريق بصلي سنن نوافل، بعض أوقات تراويح بعض أوقات، وأنا بالطريق بصلي. فالصلاة صحيحة في مذهب الإمام الشافعي والحنفي، الاستقبال يسقط في الخوف وفي السفر للنافلة فقط، أما الفريضة لا بد من استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط إذا وقف ليصلي. واحد مثلا واقف عم يصلي، انتبهوا علي وأنا واقف، لا هذه لو قدرنا القبلة واقف عم يصلي الله أكبر وعم يصلي وأنا في الصلاة عملت هيك، توجهت عنها سنتي أو سنتين بطلت الصلاة، متى ما التفت ولو سنتي بطلت صلاته. هو عم يصلي سمع ولد عم يبكي، التفت لشو بلقوا الولد، بطلت الصلاة. فدائما الصدر بده يكون متجه إلى القبلة اتجاها كاملا، حتى بحيث لو سحبنا خيط من جبهتك يصل إلى الكعبة المشرفة. فالذي يرى الكعبة، هذا مذهب الحنفي فيه شوية بحبوحة، الذي يرى الكعبة يجب عليه أن يتوجه إليها مباشرة، ما رآها فله جهتها، مثل اللي بيصلوا بالصفا والمروة ما له شايف الكعبة، حاطين له الخط الأسود يوقف اتجه ناحية الكعبة فصلاته صحيحة. فاستقبال القبلة إذا شرط من شروط الصلاة، إذا لم يستقبل القبلة فصلاته غير صحيحة. هذا اليوم الدرس حكيناكم يا مختصر، نبدأ بالأحاديث أول بأول، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. خمس دقائق من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة الآن لأول شروط الصلاة، أخذنا الحديث الأول والحديث الثاني. عن سبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. الضرب إيش بده يكون؟ سمعوني، باليد. إذا ضرب بخشبة يعتبر ظالم، الولد بده يأخذ حصة منه يوم القيامة. إذا ضرب بربيش أو بحبلة يعتبر ظالم، الضرب في اليد. ويحرم
في كل مكان في كم مكان؟ بثلاثة. وين؟ على الوجه وعلى القفا وعلى الصدر. واحد بيزعل من مرته بيروح من فضها بكس على صدرها. مسكينة بصير معها الآلام، بينهرس صدرها بصير معها آلام، بزيد الآلام، سرطان، بده ينقم الصدر كله. هذا من جهل، جهل المسلم بدينه. بيفكروا انه واضربوهن، بيمسك الكرباج بينزل فيها سلخ سلخ. اي انسان، اي مو حيوان. الله يهدينا يا المسلمين. جهلوا اسلامهم بالشحاطه، بيمسك الشحاطه بينزل فيها سلخ. الشحاطة نايله مؤلمة، بزرع بدنها. والمسلم بيصلي بالجماعة، بيصلي بالجماعة كمان. والله ما فهم هذا من الصلاة شيء. واضربوهن، الحديث ضربا غير مبرح. هذا الحديث ضرب لطيف، ما ضرب غير مبرح. ثلاث ضربات. طيب وين بده يضربها؟ لكان اذا كان على الوش ما بيضربها، كف ما في كف، على نقرتها ما في. وين كان؟ قال لك من الكتفين الى الركبتين، من الكتفين الى الركبتين. بيضربها ثلاث ضربات بايده. دخيل، الله ما احلى الاسلام. والله يا ابني اوروبا بيعشقوا الاسلام لما بيفهموا هيك. لما كنت بسويسرا عملنا ندوة للنساء، حضرها ما يزيد عن 800 امرأة. صالة كبيرة حضروا النساء، وانا قاعد عم بحكي عن الاسلام وجمال الاسلام. فزت واحدة قالت لي انت عم تحكي لنا على جمال الاسلام، ما تحكي لنا على فظاظة الاسلام غلاظته. الاسلام ما في غلاظة. قالت لي شو لكان اضربوهن ضرب المرأة؟ لكان هذا شو لطافة هي؟ قلت لها هنيئا لك، اسمعي، لكان لفهمك الاسلام بأحكامه كيف الضرب. حكيت لها الضرب بهالامور اللي عم بحكي لكم اياها، ثلاث ضربات من الكتفين الى الركبتين، ولا يجوز في المحل في الوجه ولا الظهر ولا. قلت هيك الدين؟ هذا الدين؟ هذا الاسلام؟ قلت لها هذا الاسلام. قالت لي شهاد باني انا مسلمه. لكان فزوا النساء، انا مسلمه وانا مسلمه. اذا هيك الاسلام، والله أكثر من ثلاث أرباعهم يلي رفعوا إيديهم نحن منحب الإسلام ومنحب دين الإسلام. إذا هيك الإسلام، نحن عنا الأزواج بيضربها بإيديها وبرجليه، بإيديه وبرجليه بينزل فيها، وبعد ما بيضربها إلا تعي لهون. ثلاث ضربات، بس ثلاث ضربات. قالت لي هي مداعبة، ما ضرب هذا، هي مداعبة. إذا كان مداعبة خلي كل يوم يضربني، خلي. إذا كان عرض الإسلام بحقيقته، والله يا أمي الناس كلها بتعشقه. الله يوفقنا وإياكم. طيب هلا هذا الحديث الثاني، قال وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها وفرقوا بينهم في المضاجع. شوفوا أدب الإسلام، أدب الدين يا ابني. 10 سنين فرق بينه وبين أخوه، ما يناموا سوا. حديث الطهارة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صدقة من غلول، سارق مصاري وراح عم يصدق.
هاي سرقة من السرقة الله لا يقبلها منه. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور يعني الوضوء، وتحريمها التكبير. لما نقول الله أكبر هذا التحريم. ليش سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنه بها التكبير حرمت كل ما كان قبل الصلاة عليك. كنت تشرب، كنت تأكل، كنت تحكي، متى أحرمت لا بقى في كلام ولا بقى في طعام ولا بقى في شراب، حرمت ما كان عليك قبل الصلاة. فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بدك تطلع من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا المذاهب الأربعة أخذوا به الحديث. في قول في مذهب الحنفي، انتبهوا له، بتخريج أبو سعيد البردعي رضي الله عنه، قال: الخروج من الصلاة بصنعه فرض. بصنعه، ذلك الشيعة لما بده يسلم شو بيعمل؟ خبط ثلاث مرات وراء بعضهم بطلت الصلاة. الخروج بصنعه فرض. فلو واحد قال: إنك حميد مجيد، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، صلاة صحيحة. لكن ترك السلام. يدخل الصلاة بفرضين وسنة، ويخرج من الصلاة بفرضين وسنة. تفهموا عليهم. لو سألكم واحد شلون تعرفوا تحكوه، يدخل الصلاة بفرضين، نويت أصلي فرض الفجر، هي فرض، الله أكبر فرض، ورفع الإيدين سنة. فلو قال أصلي فرض الصبح الله أكبر وصلى، صلاته صحيحة. لكن تارك سنة رفع اليدين، يدخل بالنية وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين، هي فرضين وسنة. وبيخرج من الصلاة كمان بالنية والسلام الأول والالتفات، هذا السنة. نية بالقلب قبل ما تسلم تنوي خروج من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، صحت خرج من الصلاة. والالتفات سنة. ما حدا منكم بينوي قبل ما يطلع من الصلاة؟ لما بتخلص تشهد إنك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، عم تنوي؟ لما بدك تسلم بدك تنوي تسلم على الملائكة وعلى من عن يمينك، وتسلم عن من على يسارك. بمر على خاطرك: نويت الخروج من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، هاي السنة. يدخل الصلاة إذن بفرضين وسنة، ويخرج من الصلاة بفرضين وسنة. طيب. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. بتتلوث شوي، كيف تصنع به؟ صلى الله عليه وسلم قال: تحثه ثم تقرصه بالماء. بتحطه أول كل تقيم الدم، بعدين بالماء بتغسله بتقرصه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، يعني حتى تروح أثر الدم. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، عم يصلي بالصباط، خلع نعليه هو بالصلاة،
فوضعهما على يساره، سلاح الصباط حطه على يساره. فلما رأى ذلك القوم، لما الصحابة شافوا النبي سلاح كمان ألقوا نعالهم، معناتها عم يصلوا كلهم بالصبابيط، وهذا السنة، صلوا بنعالكم وخالفوا اليهود والنصارى. فلما قضى رسول الله صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ ليش صلحتوا صبابيطكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. مقتدي، مقتدي مثل ما بيعمل إمامه بيعمل. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى ملوثين النجاسة، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. ما في شيء تمسحه، افركه بالتراب وصلي فيه والصلاة صحيحة. هذا إذا كان المساجد اللي عندهم غير هي المساجد اللي كانت من قطعة أرض بيحط لها شوية حجار صارت مسجد، شو هي بيصلي فيها؟ فبالصبابيط بنصلي ما فيها شيء. أما هون يفوت على الجامع بالصبابيط هون غير صحيح صالح. فالصباط بصحة تصلي فيه، واحد مسافر، على شرط انتبهوا على هالشرط: الصلاة بالصباط صحيحة، بالجزمة صحيحة، بالبسطار صحيحة، على شرط عند السجود تنتنى الأصابع. فالصلاة بالصباط، بالبسطار، بالجزمة، بال شو بسموها هي الطويلة، جزمة، الصلاة فيها صحيحة، شرط عند السجود تنتنى الأصابع. إن لم تكن تنتنى فعلى رؤوس الأصابع. فإذا كان بتمك على رؤوس الأصابع فالصلاة صحيحة بالنعال. أما واحد يصلي بالنعل وأصابعه هيك ما بتصح الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته، بالصلاة طلع منك ريح، شو بدك تعمل وانت بالجماعة؟ قال: فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. انت واقف بالصلاة خرج منك ريح، حط ايدك على مناخيرك وبتطلع، شقوا لك الطريق بتطلع، غسل بتتوضا بترجع بتكمل الصلاة، مع بتقتدي مع الإمام. ليش عمل هيك؟ أدبا في الإسلام، حتى ما يقولوا لك أنه أنت أضدوك وطالع، بيظنوا أنه نزل منك دم عامل هيك وطالع، بفكروا أنه نزل منك دم صابك رعاف بفتحوا لك. أما حلوة واحد طالع يعني الدم، قال له: شو انت ضدوة؟ ما احسن توضع فزت صلاته هذا الثاني. فبيحط ايده على مناخيره وبيطلع لو كان امام. في بعض الائمة انت ضدوة بالصلاة، اكد اكد وحط ايده وطلع. فشو فكر الناس؟ نزل منه الدم، راح توضى وكمل الصلاة، اقتدى بالإمام صلى. هذا أدب الإسلام. ولما بده يطلع بيطلع بجنبه، ما بيطلع هيك بيعطي، بيطلع بجنبه بيفتحوا له بيطلع بيمشي. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطهارة في الصلاة. فالطهارة إذن ذكرناها على كل الأحوال. بيت معي حالتين ثلاثة بدي أحكي لكم إياها.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا إذا الأرض كانت نجسة ومدينا عليها سجاد الصلاة، الصلاة عليها صحيح. لو كان عنا لباد، تعرفوا اللباد؟ هذا صوف الجمال غير بيغروه مع بعضه البعض، بمدوه بيطلع سميكة سميكة، هي اللبادة. إذا كانت وش إلها نجس حطيناه لتحت، صلينا على الوجه الطاهر، الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأنه ما بينفذ. غيرها توب في البطانة، لكن البطانة مو مدروزة فيه. إذا مو مدروزة فيه كانت البطانة نجسة ومديناه صلينا عليه، الصلاة صحيحة. أما إذا كانت البطانة مدروزة فيه يعتبر كأنه توب واحد، ما بيصح. هاي واحدة. غيرها لو حبس أحد في بيت الخلاء، بيحبسوه بالإفرادية، ما هيك؟ الإفرادية وفيها بيت الخلاء، حبسوه فيها، وجب عليه الصلاة هو جوا. شلون بده يصلي؟ النبي قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. شلون بيستطيع يصلي على الواقف؟ صلي على الواقف، بيتوضا وبيصلي على الواقف وبيقرا سرا وصلاته صحيحه. غير هيك ما بيطلع بايده. الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا. هذا كله بس منشان المسلم يعرف الحكم الشرعي في ذلك. إذا واحد يوم من الأيام وقع في الضيق يعرف كيف يصلي. فهذه الصلاة. الشروط إذن أربعة. نحن أخذنا شرط الوجوب وشرط صحة. الشروط أربعة. شرط انعقاد كالنية والتحريم والوقت. حتى تنعقد الصلاة شرط انعقاد كالنية والتحريم والوقت. إذا ما دخل الوقت ما بتصح، وإذا ما دخل بالتحريم ما بتصح، وإذا ما في نية ما بتصح. هي شرط انعقاد. اثنين، شرط انعقاد ودوام. حتى تنعقد الصلاة وتدوم صحتها كالطهارة، أي دوام بدها تكون كل الصلاة معك، وستر العورة واستقبال القبلة. ثلاثة، شرط بقاء ما يشترط وجوده داخل الصلاة. هذا شرط البقاء، ما يشترط دخوله داخل الصلاة كالقراءة. فلو صلى من غير قراءة لا تصح الصلاة. أربعة، شرط خروج كالقعدة الأخيرة، تشهد. فلو ما تشهد صلاته باطلة. الشروط إذن نوعان، شرط وجوب وشرط صحة، وأربعة شرط انعقاد كالنية والتحريم والوقت، وشرط انعقاد ودوام كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وشرط بقاء ما يشترط وجوده داخل الصلاة كالقراءة، وشرط خروج كالقعدة الأخيرة.
ربي يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.